السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على المحاضرة التاسعة، ودي اخر محاضرة في الشابتر الثاني، الابليكيشن بتاعت الانتجريشن. تمام، احنا اتكلمنا المحاضرتين اللي فاتوا، اتكلمنا ازاي نحسب الاريا اندر كيرف او الاريا بتوين تو كيرف، وازاي نحسب الفوليوم فلوفوليوشن او الحجم الدوراني. ماشي، واخدنا ليه طريقتين، واخدنا دول المحاضرتين اللي فاتوا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على، نبص كده، يبقى انا هنا عندي الدي ال هي عباره عن جذر دي اكس سكويرد دي واي سكويرد. عرفتها منين؟ عرفتها من المثلث بتاع فيثاغورس. تمام، طيب فيها ايه هنا؟ لو قسمت، يعني انا لو عايز اجيب الكيرف بتاعي كان جيفن، فانا لو الفانكشن بتاعتي جيفن، الكيرف بتاعي جاي مديهولك من البدايه على شكل واي بتساوي اف اوف اكس، فانا هجيب ايه؟ هجيب دي واي باي دي اكس. يعني انا لو قسمت خدت دي اكس سكويرد عامل مشترك، هيتبقى لي واحد زائد دي واي على دي اكس الكل سكويرد. تمام، ليه انا عاملاها كده؟ عشان يبقى التكامل بالنسبه للاكس. لو انا الكيرف بتاعي جيفن واي بتساوي اف اوف اكس، طيب لو الكيرف بتاعي كان جيفن اكس بتساوي اف اوف واي على كلوزد انترفال ثانيه مثلا من سي دي، فانت مش هتبقى محتاج ان انت تجيب الدي اكس باي دي واي. فانا هقسم الوحده طول الكيرف دي على دي اكس على دي واي سكوير، يعني هاخد الدي واي سكوير عامل مشترك، طبعا هتخرج من تحت الجذر بدي واي، هيبقى ادي واحد زائد دي اكس على دي واي الكل سكوير. الاثنين فورمولا دول، الاولى دي اما بيبقى الدي ال فانكشن في الدي اكس في حاله لو الكيرف بتاعك واي بتساوي اف اوف اكس. طيب الفورمولا الثانيه دي اللي هي واحد زائد دي اكس باي دي واي الكل سكوير دي واي، دي في حاله لو الكيرف بتاعك اكس جيفن اكس بتساوي اف اوف واي. طيب ده دي وحده الطول الدي ال. اللينس بقى بتاع الكيرف كله هيبقى عباره عن ايه؟ هو هيبقى عباره عن التكامل بتاع الدي ال. اللينس بتاع الكيرف كله انا جبت وحده الطول اللي هي ايه؟ اللي هي اليونت، بس اليونت بتاعت وحدة الطول هتبقى اللينس بتاعي هيبقى عبارة عن التكامل على الكلوزد انترفل من A ل B للدي ال. طيب الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندسين، f of x is continuous and differentiable on the interval A ل B. ناخد بالنا كويس قوي الشرط ده، لازم تكون الفانكشن بتاعتك دالة متصلة وقابلة للاشتقاق في الكلوزد انترفال اللي عندك دي اللي هي من A ل B. تاني الشرط بتاعي عشان اقدر احسب اللينس اوف كيرف، لازم تكون الفانكشن بتاعتي دالة متصلة وقابلة للاشتقاق في الكلوزد انترفال دي. ليه بقى بنقول الشرط ده؟ لان انت بتبقى محتاج ان انت تحسب الدي واي باي دي اكس، فلو الدالة دي مش كونتينوس مش هتقدر تحسب اللينس اوف كيرف بالفورمولا دي. طيب and f dash is also continuous، لازم تكون المشتقه بتاعتي برضو داله، يطلع لك شكل داله متصله، مش متصله مش متصله على طول، لا لازم تكون متصله بس في الانترفال اللي انت بتحسب فيها الايه اللينس اوف كيرف، او في الانترفال اللي هي من A ل B. تمام، فاحنا هنا الفورمولا الاولى بتاعت اللينس اوف كيرف الشكل الاولاني ده، في حاله لو كان الكيرف بتاعك جاي على شكل واي بتساوي اف اوف اكس، والاف اوف اكس دي اني كونتينوس فانكشن في الكلوزد انترفال من A ل B، يبقى اللينس اوف كيرف بتاعك هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تكامل من A ل B الجذر واحد زائد دي واي باي دي اكس الكل سكوير دي اكس. تمام، بس لازم تكون المشتقه يعني الداله كونتينوس، والمشتقه كمان كونتينوس يعني موجوده في الايه، بحيث ان دي واي باي دي اكس لازم تكون اكزيست، يعني لازم تكون المشتقه موجوده ومتصله في الكلوزد انترفال لاي فور اني اكس بلوك فور اني اكس بيلونج تو كلوزد انترفال من A ل B. يا ماما بصي يا ماما، فالفورمولا الثانيه دي، لو انا عندي الكيرف بتاعي جيفن اكس بتساوي اف اوف واي، تمام، والمشتقه بتاعه الاكس داش او دي اكس باي دي واي موجوده في الكلوزد انترفال من سي دي، في الحاله دي بقدر اقول ان اللينس اوف كيرف هو عباره عن تكامل من سي دي جذر واحد زائد دي اكس داش سكويرد دي واي. طيب انا انت بستخدم الاولى دي وانت بستخدم الثانيه، انا والله اديتك الكيرف بتاعك على شكل واي بتساوي اف اوف اكس، واديتهولك هو معرف في كلوز انترفال من A ل B، جيت انت الداله بصيت على الداله لقيتها داله متصله داله كونتينوس في الانترفال اللي انا عايز احسب فيها ايه طول المنحنى. طيب اوكي، الشرط الاولاني اتحقق ان الداله متصله ومعرفه على كلوز انترفال. طيب اجيب المشتقه، يعني ايه اشتق المعادله بتاع انا عندي واي بتساوي اف اوف اكس،
اشتق الواي دي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاكس، واشوف الدي واي باي دي اكس. والله لو الدي واي باي دي اكس دي برده طلعت كونتينوس في الكلوزد انترفال من ال بي، يبقى انا من حقي ان انا اقدر استخدم الفورمولا الاولى. طيب والله جيت احسب الدي واي باي دي اكس، لقيتها في نقطه ديسكونتينيوتي موجوده في الايه، موجوده في الدومين بتاعي او في الانترفال بتاعتي من ال بي. لا، يبقى في الحاله دي اقدر لا اقف واقول لا، يبقى الـ 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 الصيغه دي مش هتنفع ان انا احسب اللينس اوف كيرف. ابص على الصيغه الثانيه، انا المعادله بتاعتي واي بتساوي اف اوف اكس، اجيب الاكس فانكشن في الواي. جبت الاكس فانكشن في الواي، افاضل الاكس بالنسبه للواي واشوف المشتقه بتاعتي هل هتبقى متصله في الـ في الـ في الكلوزد انترفال دي ولا لا. لقيتها والله متصله، يبقى انا ممكن استخدم الفورمولا الثانيه ان انا بدل ما بحسب الواي داش احسب الاكس داش، واحسب اللينس اوف كيرف هو عباره عن التكامل من كلوزد انترفال. خد بالك حدود التكامل بتختلف، يعني ايه واي بتساوي اف اوف اكس في حاله الاكس من A لB، الاكس بتساوي اف اوف واي في حاله الواي من السي للدي. يعني لازم اجيب حدود التكامل، بدل هنا في الفورمولا الاولى دي هي حدود التكامل بتاعه الاكس، حدود التكامل الثانيه دي هتبقى حدود التكامل بتاعه الواي. ناخد مثال عشان نوضح يعني الدنيا بتمشي ازاي. بيقول لك هنا ايه، بيقول لك ديترماين ذا لينث اوف كيرف واي بتساوي لينث سيك اكس بتوين في الكلوزد انترفال اكس greater than or equal 0 و less than or equal by على 4. طيب الفانكشن بتاعتي الاول داله اللين، هي داله كونتينوس ولا لا؟ داله اللين داله متصل. كل الفانكشنز عندي هي كلها ايه، داله اللين اصلا داله متصله. الدومين بتاعها ايه ايه هي الدومين بتاعها هو الار بلس، فهنا من 0 ل باي على 4 الفانكشن داله اللين متصله فيه. طيب داله الواي داله متصله، طب اشوف المشتقه بتاعتها دي واي باي دي اكس. مشتقه اللين لين اكس بواحد على اكس، يعني واحد على الايه، على القوس اللي جوه، واحد على سيك اكس في مشتقه الاكس في دي، يعني في مشتقه الزاويه. الزاويه عندي هنا السيك، مشتقه السيك بسيك تاني، نقدر نختصر السيك مع السيك هيطلع بكام؟ بتان اكس. والله داله التان هل هي داله متصله؟ داله متصله في الانترفال من 0 لباي على 4، متصله في الانترفال من 0 لباي على 4. يبقى في الحاله دي اقدر استخدم الفورمولا الاولى، اقدر استخدم الفورمولا الاولى اللي هي فيها ايه، 1 دي واي باي دي اكس في كل سكوير. طب لو كانت داله التان دي الانترفال اللي هو مديها لي دي في نقطه ديسكونتينيوتي فيها، يعني ايه نقطه ديسكونتينيوتي؟ التان هي عباره عن الساين على كوزين، تمام؟ امتى الكوزين بتساوي امتى التان بتساوي صفر؟ ما انا يعني تكون داله الداله في نقطه فيها، اما اجي اعوض يطلع توديني الانفينيتي. يعني مثلا في المقام يكون صفر، ظاهر في المقام مثلا ايه، ظاهر في المقام مثلا صفر، تمام؟ التان دي كنت يعني هقول مثلا ان هي داله مش متصله في الانترفال دي لو كانت الاكس من زيرو لباي، كنا هيبقى في نقطه ديسكونتينيوتي عند النقطه اكس بتساوي باي على اتنين اللي هي فيها كانت قيمه التان هتبقى قيمتها بكام؟ قيمتها بما لا نهايه. ففي الحاله دي كنت هقول لا، ما اقدرش استخدم الدي واي باي دي اكس، لا هحتاج ان انا اجيب الاكس فانكشن في الايه، في الواي، وهكذا. فهنا انا نقطه الداله بتاعتي دي واي باي دي اكس اللي هي بتساوي تان اكس هي داله متصله في الايه، في الفتره دي من 0 لباي على 4، فاقدر احسب اللينس اوف كيرف. اللينس اوف كيرف بيقول لك عباره عن ايه، التكامل من بدايه الفتره لنهايه الفتره، يعني من 0 باي على 4 الجذر، 1 زائد دي واي باي دي اكس الكل سكوير. انا جبت دي واي باي دي اكس تان، يبقى دي واي باي دي اكس سكوير التان سكوير، يبقى جذر 1 زائد تان سكوير. واحنا عارفين من حساب المثلثات ان 1 زائد تان سكوير ب 6 سكوير، 6 سكوير ده هتطلع من تحت الجذر ب 6 اكس، يبقى تكامل من 0 على 4 ل 6 اكس دي اكس. السك تكامل السك من التيبل بلين سك زائد تان، وعوض بحدود التكامل اللي فوق ناقص اللي تحت، يطلع لين سك باي على 4 زائد تان باي على 4 ناقص لين سك 0 زائد تان 0، اللي هو في الاخر لما اختصرها هتطلع بلين الفاليو دي، تمام؟ طيب نبص على المثال الثاني، بيقول لك اوجد الفايند لينث اوف كيرف، الكيرف اللي معادلته ايه، واي بتساوي اكس على 2 كل اس 2 على 3 من اول النقطه 0 لحد النقطه 2. طيب انا الكيرف مديهولك هنا جيفن واي فانكشن في الاكس. طب عشان احسب هقول اول حاجه بدايه، بما ان انا مديك الكيرف واي بتساوي فانكشن في الاكس ومديك حدود التكامل بداية الفترة ونهاية الفترة اكس من 0 ل 2، فانا بداية انا اقول لا هستخدم الدي واي باي دي اكس. الواي بتساوي اكس على 2 كل اس 2 على 3، المشتقة بتاعتها بالنسبة لاكس هتبقى عبارة عن ايه؟ دالة عادي اسية، بنزل الاس واطرح من الاس 1 في مشتقة الدالة، يعني ايه اكس على 2 اس
انزل الاس اللي هو 2 على 3 مضروبه في اكس على 2 اس 2 على 3 ناقص 1 اللي هي بسالب 1 على 3 في مشتقة الاكس على 2 بالنسبه للاكس اللي هي في نص النص هيروح مع ال 2 على 3 هيديني تلت. تمام، اللي هي عباره عن ايه الاكس اس سالب كانها في المقام يعني بدلت عشان تبقى كانها 2 على اكس الكل اسين الكل اس تلت. طيب انا بص على الداله دي الواي داله متصله الداله الواي متصله من 0 ل 2 مفيش مشكله فيها ما تعود عن الاكس بصفر هتديك صفر ما تعود عن الاكس باتنين هتديك واحد يعني الداله متصله. طيب انا المشكله عندي في الدي واي باي دي اكس نبص كده على الدي واي باي دي اكس انا عندي الاكس موجوده فين في المقام لما تيجي تعوض عن الاكس بزيرو وهي موجوده في المقام هيديك ما لا نهايه يعني الداله دي مش متصله عند الاكس بزيرو. تمام يبقى انا ما ينفعش استخدم يبقى انا ما اقدرش استخدم الفورمولا بتاعتي اللي هي دي واي باي دي اكس في ان انا احسب اللينس اوف كيرف ليه لان الداله المشتقه غير متصله عند النقطه اكس بتساوي صفر لما اعوض عن النقطه اكس بتساوي صفر هنروح لانفينيتي يبقى انا ما اقدرش احسب قيمه الايه قيمه التكامل. طيب يبقى الحل ايه الحل ان انا اجيب الاكس داله في الواي انا عندي الواي بتساوي اكس على 2 وكل اس 2 على 3 يبقى الاكس على 2 هتبقى قيمتها بكام واي اس 3 على 2 يبقى الاكس قيمتها ب 2 واي اس 3 على 2. طيب يبقى فاضل الاكس بالنسبه للواي تفاضل الاكس بالنسبه للواي هتبقى بكام هنزل الاس واي اس 3 على 2 اطرح هنزل اس 3 على 2 طبعا في الاثنين هتطير معاها هيبقى لي 3 وواي اس 3 على 2 ناقص 1 هتبقى واي اس نص اللي هي 3 واي اس نص دي قيمه الدي اكس باي دي واي. انا القانون عندي بستخدم دي اكس باي دي واي الكل سكويرد فربع الداله دي اللي هي هتبقى 9 كانها 9 واي. القانون الثاني بقى الفورمولا الثانيه بيقول لك ايه حدود التكامل ال بتساوي تكامل من السي للدي خدوا بالكم هنا حدود التكامل مش قيم من صفر لاتنين لا الاكس لاتنين دي لما اكون بكامل بالنسبه للاكس لما اكون بكامل بالنسبه للواي لازم اعوض في الداله بتاعتي بالنقطه صفر لتطلع لي قيمه الواي بصفر لما النقطه عند الاكس باتنين هتطلع قيمه الواي بكام الواي بواحد يبقى حدود التكامل الجديده بتاعتي هتبقى من صفر لايه لواحد الجذر واحد زائد دي اكس باي دي واي الكل سكوير هجيب يبقى جذر واحد زائد 9 واي دي واي التكامل ده زود على الاس واحد اللي هو اس نص هتبقى اس 3 على 2 في 2 على 3 وما انساش ان انا المفروض الداله دي تكون كانت مضروبه في 9 عشان اكامل كده يبقى انا هقسم على 9 واعوض بحدود التكامل من 0 ل 1 هتدي لي الفاليو اللي عندي يبقى تاني انا هنا استخدمت السكند فورمولا عشان احسب اللينس اوف كيرف لان الفيرست فورمولا اللي هي واي بتساوي اف اوف اكس كان في مشكله عندي ان الداله ان المشتقه بتاعتي داله كان في مشكله عند النقطه ان المشتقه غير متصله عند النقطه صفر فاضطريت ان انا استخدم السكند فورمولا اللي هي الاكس بتساوي اف اوف واي والاكس بتساوي اف اوف واي كانت الداله دي مش متصله لكل قيم واي لانها طلعت ايه اكس بتساوي اف اوف واي شكلها عامل ازاي اكس بتساوي 2 واي اس 3 على 2 عوض بقى على اي قيمه بالواي الداله هتطلع متصله لانها مش داله في المقام يعني هيبقى فيها مشكله. تمام لا المساله قبل الاخيره الاكزامبل الثالث يعني بيقول لك اوجد برده تطبيق مباشر اوجد اللينس اوف كيرف بس هنا مديك الداله اكس داله في الواي اكس بتساوي مش عارف 2 على 3 في واي ناقص 1 اس 3 على 2 بتوين الواي اكبر من الواحد واقل من او يساوي ال 4 والله داله الاكس دي داله متصله انا محتاج ايه تاني محتاج ان انا اجيب المشتقه دي اكس باي دي واي اما فاضل الداله دي بالنسبه للواي هننزل الاس اللي هو 3 على 2 في 2 على 3 هتطلع قيمته بواحد واي ناقص 1 3 على 2 ناقص 1 بكام بنص يبقى دي اكس باي دي واي بواي ناقص 1 الكل اس نص. هل دي اكس باي دي واي دي فيها مشكله يعني في نقط فيها الداله هنا عندي الانترفال بتاعتي محصوره من الواحد للاربعة هل في اي نقطه من الواحد للاربعة انا لو عدت فيها في الواي ناقص 1 اس نص دي هتطلع الداله غير متصله او هيطلع يعني الفاليو بتاعتها هتروح لانفينيتي لا يعني هي داله عاديه في الوسط فما فيش مشكله اي انتجر هتعوض بيه هيديك انتجر تاني. طيب يبقى انا محتاج ان انا يبقى ممكن استخدم الفورمولا السكند فورمولا عادي خالص ان انا ايه احسب اللينس اوف كيرف فهجيب الدي اكس باي دي واي الكل سكوير طبعا تربيع الجذر بالجذر هيطير هيبقى بواي ناقص 1 يبقى اللينس اوف كيرف هو عباره عن تكامل من 1 ل 4 وناخد بالنا ان هو هنا مديني حدود التكامل بالنسبه للواي فهي جاهزه يعني لجذر 1 زائد دي اكس باي دي واي الكل سكوير اللي هي 1 زائد واي ناقص 1 اختصر الداله هتطلع لي الجذر واي تكامل الجذر ب 1 على 2 الجذر تكامل الجذر هزود على الاس 1 قصدي واقسم على الاس الجديد يعني واي اس 3 على 2 في 2 على 3 واعوض بحدود الايه حدود التكامل
باي الدي اس بقى، الدي اس وحده، الوحده بتاعت السيرفيس اريا اللي هي الدي اس، السيرفيس اريا هي اسمها اس، خدوا بالكم هنفرق السيرفيس اريا هنا نكتبها باس، الاريا كنا بنعبر عنها بالابريفيشن او اي، الاريا الاريا العاديه المساحه العاديه مش مساحه السطح كنا بنكتبها اي اي، السيرفيس اريا بنكتبها اس. هناك وحده المساحه كانت دي اي، هنا وحده مساحه السطح هي دي اس، فالدي اس هنا هتبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن 2 باي واي في جذر 1 زائد واي داش الكل سكوير دي اكس. طيب ده دي وحده المساحه. طب المساحه مساحه السطح كلها هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الانتجريشن فروم اي تو بي للاثنين باي للاثنين باي. يبقى علشان احسب التوتال سيرفيس اريا يبقى احسب التكامل، التكامل السيرفيس اريا. يبقى انا دلوقتي هناخد برضو زي ما خدنا للينس اوف كيرف سختين قانونين، يعني تو فورمولا ان انا اقدر احسب اللينس اوف كيرف، هنا برضو في السيرفيس اريا السيرفيس المساحه السطح الناتج من دوران حوالين الاكس اكسس هيبقى في تو فورمولا. السيرفيس اريا اوف ريفولوشن اباوت الاكس اكسس بنقول تاني، لو انا عندي الفانكشن بتاعتي نون نيجاتيف فانكشن اف داله سموز يعني كونتينوس رو معرفه على كلوزد انترفال من ال بي، يبقى السيرفيس اريا الناتجه من الريفولوشن بتاع الفانكشن واي بتساوي اف اوف اكس اباوت الاكس اكسس، لو انا بقى هعمل الدوران حوالين الاكس اكسس هيبقى السيرفيس اريا اللي هي الاس اي دي، الاختصار بتاع السيرفيس اريا هو عباره عن التكامل بتاع وحده المساحه اللي احنا حسبناها اللي فاتت اللي هي 2 باي واي جذر 1 زائد دي واي باي دي اكس الكل سكوير، دي اللي هي دي ال، يعني السيرفيس اريا هو عباره عن 2 باي واي اللي هو الارتفاع بتاعي مضروب في الايه في وحده الدي ال اللي هي طول الايه طول المنحنى والتكامل بالنسبه للايه للاكس. طيب لو الريفولوشن حوالين الواي اكسس يبقى انا مش هكتب الفانكشن بتاعتي هتبقى جيفن اكس بتساوي اف اوف واي، يبقى انا هجيب الدي اكس باي دي واي تمام، يبقى وحده طول المنحنى الدي ال هتبقى جذر 1 زائد دي اكس باي دي واي الكل سكويرد، يبقى السيرفيس اريا هنا في الحاله دي هيبقى 2 باي اكس في جذر 1 زائد دي اكس باي دي واي كل سكوير، والتكامل هنا بيبقى بالنسبه للدي واي. يبقى القانون الاولاني ده لو انا هعمل ريفولوشن للفانكشن بتاعتي واي بتساوي اف اوف اكس حوالين الاكس اكسس، الصيغه الثانيه لو انا هعمل ريفولوشن للفانكشن بتاعتي اكس بتساوي اف اوف واي حوالين الواي اكسس، ناخد بالنا ان احنا طالما هنعمل ريفولوشن حوالين الواي اكسس لازم تبقى الاكس فانكشن في الايه في الواي، وانت مش شرط تحفظ اللي جوه دي اللي جوه دي اللي هي الدي ال اللي احنا حسبناها في الاول اللي هي وحده طول المنحنى اللي هي دي ال او طول المنحنى اليونت بتاعت اللينس اوف كير. طيب ناخد اكزامبل بقى على ازاي نحسب السيرفيس اريا. يقول لك اوجد السيرفيس اريا، فايند ذا سيرفيس اريا اوف ذا سوليد اوبتين باي روتيتنج، ان انت عملت روتيشن ليه بقى الفانكشن بتاعتك اللي هي واي بتساوي جذر 9 ناقص اكس سكوير في الكلوزد انترفال اللي هي من سالب 2 ل 2. طيب انا هعوض في انه هو قال لي ريفوليوشن حوالين الواي اكسس، يبقى انا عندي الواي لازم تكون داله في الاكس وهي جيفن كده، وحدود التكامل بتاعتي اللي هي حدود التكامل الاكس، باقي لي ان انا اجيب الدي واي باي دي اكس. مشتقه الجذر بواحد على اتنين الجذر، في مشتقه ما تحت الجذر اللي هي بواحد على اتنين جذر 9 ناقص اكس سكوير، في مشتقه ما تحت الجذر اللي هو مشتقه 9 ناقص اكس سكوير دي بسالب 2 اكس، لما اختصرها الاقيها طلعت بسالب اكس على جذر 9 ناقص اكس سكوير. طيب القانون في ايه؟ في واحد زائد دي واي باي دي اكس الكل سكوير، فانا عندي دي واي باي دي اكس محتاج ان انا اربعها، لما تربعها هتطلع عباره عن اكس سكوير على اكس سكوير على جذر على 9 ناقص اكس تربيع تمام. طيب واحد زائد دي واي باي دي اكس الكل سكوير اوحد المقامات، اوحد المقامات على 9 ناقص اكس سكوير هيطلع لي 9 على 9 ناقص اكس سكوير، نطلعها من تحت الجذر هتطلع ب 3 على جذر 9 ناقص اكس سكوير. انت بتشتغل عليها واحده واحده، بتجيب الدي واي باي دي اكس، القانون في دي في 1 زائد جذر 1 زائد دي واي باي دي اكس الكل سكوير، فبتجيب الدي واي باي دي اكس تربعها وبعدين تجمعها على الواحد وبعدين تاخد الجذر. الكلام ده كله شويه حسابات بتعملها وتبسطها في الاخر خالص ان هي تطلع من تحت الجذر يبقى شكل ايه؟ شكل واضح. السيرفيس اريا بقى هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 2 باي واي القيمه اللي انت حسبتها دي، الواي طبعا ما بتبقاش واي، الواي اللي هي واي فانكشن في معادله الكيرف اللي جيفن في البدايه، فانت بتشيل الواي وتعوض عنها بكام؟ بالفانكشن بتاعتك اللي هي جذر 9 ناقص اكس سكوير، ده انا هنا شلت في القانون الواي وعوضت عنها بجذر 9 ناقص اكس سكوير، وشلت الشغلانه بتاعت وحده الطول دي اللي هي بتاعت الدي ال اللي انا حسبتها طلعت في الاخر ب 3 على جذر 9 ناقص اكس سكوير، وطيرتهم مع بعض
يبقى صفت في الاخر على ان هي تكامل من سالب 2 ل 2 ل 6 باي. بالنسبه لاكس يعني سالب من سالب 2 ل 2 ل 6 باي اكس، لما تعوض وحدات التكامل هتطلع ب 24 باي. لين الواي اكس يبقى لازم المعادله بتاعتك تبقى اكس فانكشن في الواي. واي بتساوي اكس اس تلت يبقى الاكس بتساوي واي تكعيب. ادي اول حاجه الاكس بتساوي واي تكعيب. محتاج ان انا اجيب ايه؟ 1 زائد دي اكس باي دي واي كل تربيع واجيبها واجيب لها الجذر. طيب يبقى دي اكس باي دي واي كل تربيع هتبقى قيمتها ب دي اكس باي دي واي، اما فاضل بقى دي اكس بالنسبه للواي هتبقى عباره عن 3 واي تربيع، اما ربعها هتبقى 9 واي اس 4. 1 زائد الكلام ده يبقى 1 زائد 9 واي اس 4، جذر الكلام ده يبقى جذر 1 زائد 9 واي اس 4. السيرفيس اريا تبقى حدود التكامل، ناخد بالنا ان هنا حدود التكامل بتاعه الواي لان انا هكامل بالنسبه الواي. 2 باي اكس، الاكس هشيلها واعوض عنها بقيمتها اللي هي الواي تكعيب، في جذر 1 زائد دي اكس باي دي واي كل تربيع اللي انا حسبتها فوق بجذر 1 زائد 9 واي اس 4. دي واي تمام. الاكس هنا معلش هنا الاكس دي نشيلها ونحط بدلها ايه؟ واي تكعيب. هتبقى المعادله كلها فانكشن في الواي ونقدر نحسب الايه؟ نحسب التكعيب. وشكرا.